السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في قناه محمود فضل. انا دخلت عالم غريب اول مره اشوفه في حياتي، ممكن كل واحد فيكم بيشوفه كل يوم اكتر من 20 مليون مره في اليوم، لايفات التيك توك. انا طول عمري شايف ان المتسولين او الناس اللي بتشحت بتقعد في الشارع، ولو اديتهم 10 50 جنيه او اديتهم 100 جنيه بيرضوا وبيدعوا لك 1000 مليون شكر، وكل الناس محتاجه. انما انا عمري ما شفت في حياتي واحد بيخش له في اللايف اكتر من 10000 جنيه في اليوم، وممكن يخش له اكتر من 50000، ما تعرفش. خليني ما اطولش عليكم وتعالوا نشوف اول فيديو بيقول ايه. عايزك تقلق ولا تتخضر تعمل اي حاجه، لا دول ناس طبيعيه، ولا بيقولوا تعويذه، لا دول طالعين لايف على التيك توك. اصبر عليا وهتشوف حاجات غريبه دلوقتي، اصبر. الله يلبس. انا مش عارف ايه ده، اقسم بالله انا زيكم، انا ما اعرفش ايه ده. الله يبارك لكم حبايبي. انا متاكد مليون في الميه لو ابنهم جاب 100% في الثانويه العامه مش هيطلعوا بالشكل ده، او هيقولوا الله اكبر ويفرحوا بالشكل ده. انا واحد من الناس بمسك التيك توك بالليل الساعه 1 بالليل، بفتح تيك توك عشان اضيع وقتي او عشان اسلي نفسي، اشوف حاجات غريبه، احس نفسي ان انا نازل شارع الهرم، احس نفسي ان انا في صلاح سالم، احس نفسي ان انا في سوق العتبه. خليك بقى في الترتيب يا محمود، انت واحمد والنبي، اطلع حتى توب 2. طبعا انا مش عايز اصدمكم وافهمكم ان هنا هو ومراته وهنا مرات ابنه، تقريبا هم واخدين المشروع عائلي وحاجه كده سيكريت، يعني مش عاوزين يدخل حد، احنا اسره مع بعضينا. اوكي معايا، ربنا يرزقك ربنا يخليك والنبي يجيب. والله العظيم الفيديو ده ضحكني، والله العظيم فعلا ده اكبر واقع معبر للي بيحصل على تيك توك. انا مصدوم، والله العظيم انا زيكم مصدوم. المفروض ده ابنه وطلع بالمقشه في اللايف الثاني اللي هو موجود فيه مرات ابنه. بارك لي في مالي يا ولد، وبارك لي فيما اعطيتنا، اللهم بارك لي في ماله. يا رب يا رب حد يدعمنا، يا رب يا رب حد يدينا اسد ولا يدينا حوت نكمل بيه لبس الشهر، يا رب. يخرب بيت الفلوس اللي تعمل كده في البني ادم، اقسم بالله حرام، والله العظيم حرام. انتوا بتسوقوا سمعتنا وسط العالم، احنا في حته بعيده، احنا الناس ماشيه بوشها، احنا ماشيين بظهرنا. الناس بتاخد اي ميزه بتنزل على السوشيال ميديا بايجابيات، احنا بناخدها بسلبياتها. معرفش انتوا بتعملوا ايه، قاعدين بتدعوا ربنا لايه يعني؟ معرفش، خلينا نكمل. كنت بتخش تعلق صفحتك واجيب لي الناس سكرينات كده تعليقاتكم معايا، كل بغض النظر عن ان حضرتك منفعله، بس هو انت مصحيه جوزك غصب عنه، مالك ما تصطبح يا حاج معانا وخليك معانا كده، ده اللايف ده فيه فلوس جايه، فيه فلوس، فوق كده فوق، خلينا نلم القرشين يا حاج على الصبح. الحمد لله. يا قاعده امبارح محدش جاب لنا حاجه، الحمد لله محدش جاب لنا حاجه، ولا جاب لنا شقه ولا جاب لنا مش عارف. يا ريتك ما فقت يا حاج، يا ريتك والله العظيم ما فقت. انتوا بيجي لكم بالشقه بجد؟ حضرتك انا عايز اتجوز مش لاقي شقه. شقه ايه يا حاج الله يكرمك، شقه ايه اللي بتجي لكم؟ وبعدين ايه السعوديه والامارات والكويت، ايه انتوا ايه جبتوا دول العالم كلها ليه كده؟ الجلابيه دي اهي، لسه الجلابيه دي جايه لي هديه برضو من خير الناس. الواحد لما بيجي له حاجه هديه يعني بيبقى معتز، او عنده كرامه وهو بيقولها، او هو فرحان. انا مثلا الساعه دي جايه لي مثلا من واحد عزيز عليا، صاحبي، اخويا، انتيمي، الباست فريند تحتي، يعني انتوا ايه؟ يعني ازاي اقول الجلابيه دي جايبها من جارتي عشان ما كانتش لاقياني اكل مثلا؟ اضرب يا سطر، اضرب يا سطر. ده يعني دي لايفات التيك توك، دي الحاجات اللي احنا بنشوفها يوميا كل يوم بالليل الصبح وبالليل على التيك توك. له كيك بس، والتاني يقول له اضرب يا سلطان، ويقول له لكم مصر طارت. اول ما بيحضر اي واحد خليجي خلاص كفو كفو، كبس، اللهجه المصريه انتهت خلاص، في فلوس، في فلوس رايحه جايه يابا. انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ الحكم الثاني، الحكم الثاني، جيب لي يا ولاد. يا ولاد لك ازاي يعني؟ ده الحكم الثاني؟ امال الحكم الاولاني كان ايه؟ الكل كان خدتني قاعد بالتعبيط ولا اهبل؟ بالتعبيط ولا اهبل؟ ايه البودره دي؟ ايه كميه البودره اللي انت بتكبها على وشك دي؟ انت بتطيق ده ازاي على وشك اصلا؟ دي مصيبه، دي مصيبه، ايه اللي بتعمله ده؟ اي حد عنده ما تجيبش لحد عنده قلت لك. قلت لك لو جبت سيره الناس اللي عندي اشتم اهلي، اشتم امي، اشتم كل الناس اللي حالتي، لكن تشتم السبورت بتاعي؟ انت مجنون، هدفع الايجار منين؟ تعالى يا عم انت عبيط ولا ايه؟ انت كاتبه على وشك ده دبليو سي
انت عامل وشك حمام؟ انتوا انا مش عارف ارد. ايه اللي التاني عامله في وشه ده؟ ده لو خارج رايح فرن عشان يتسوى مش هيرش كميه الدقيق دي في وشه. اقسم بالله ما يرش كميه الدقيق دي في وشه. ايه ده، عميم مبسوطين ولا لا يا شباب؟ انا برش كميه الدقيق على وشي دي عشان اعبر لكم عن مدى ارضائي لحضراتكم. لو عندك راجل مطنوخ يعني ايه راجل مطنوخ؟ اقسم بالله ما اعرف. يعني راجل كبير، راجل تخين، عندك راجل بعضلات. يا ابني ما تصدموش، هو ده الحاجات اللي انا لسه بتكلم عليها. عشان اتبرع له باسد، الاسد ده تقريبا داخل في 30,000 جنيه. اسكت لما الجوله تخلص تتكلم. اسكت لما الجوله تخلص تتكلم. تحسه دكتور او مدير بنك بيتكلم. يمين ومخده في الجنب الشمال ومخده قدام، هشغل لك دبدوبه تخينه وهترقص. طبعا انا ما اسمحلكش انك تقول لي البس كده او ان انا ارقص. انا ابيع نفسي وابيع كرامتي، لكن اكبر رجلي علشان ارقص انا ما اسمحلكش ومش هعمل كده. في فلوس؟ طب تعالى راس انت بتبقى تخيل. ايوه كده. الساعه يا توبك عرضت لكم جزء شويه بس من اللي بيحصل في التيك توك. احنا بجد وصلنا لمرحله الاسفاف ومرحله اللامبالاه. وطبعا احنا كل واحد فينا اهلنا عنده اخوات، واللي عنده عيال بيمسكوا التيك توك كل يوم، واللي بيمسك اليوتيوب بيشوف اللايفات دي. خلوا بالكم من ولادكم واوعى تدخلوهم المنطقه الحذره دي. ونصيحه لكل الكرييتور اللي على التيك توك، اوعى يغركم الفلوس ولا يغركم اللي بيحصل في التيك توك دلوقتي. انت ممكن تجيب فلوس اكتر منه مليون مره بطريقه تانيه بشكل كويس، انما ان انا اجيب فلوس بالشكل ده، ده يعني مستحيل. ابيع كرامتي علشان يجيلي فلوس او عشان يجيلي ريال او يجيلي دولار او يجيلي فلوس، لا مش كده. ما عمرنا ما حسبناها كده. كل الكرييتور تقريبا بيجيلهم فلوس بالاحترام ولكن يعني اتمنى تربوا عيالكم قبل ما تدخلوهم السوشيال ميديا، علشان لما يخشوا السوشيال ميديا ما يكونوش فريسه للسبورتس او الداعمين او الناس اللي موجوده في ده. انا بشكركم ان انتوا سمعتوني. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا ايه اللي عجبكم في الكومنتات. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي حاجه انا بنزلها. اشوف وشكم بخير.